من أين كيف تمشت في دمي حلب؟ سقيتها لغتي حتى إذا سكرت تمردت وسقاها سكرها العجب. القصيدة للشاعر أدونيس في عشق حلب. توقعت حراكها الصحف منذ أذار وصرخت لها تظاهرات القامشلي صح النوم يا حلب، لكنها لم تتحرك بملايينها إلا تأييدا، علما أن حلب لم تكن موالية يوما إلا للاستقرار. من زمن المغول الذين لم ينجحوا في إسقاط قلعتها إلا بعدما كدسوا رؤوس قتلاها على أبوابها، إلى زمن الثمانينيات يوم أحرقت حماة فارتدع تجار حلب عن تمويل الإخوان المسلمين، لتنشط المدينة بعد ذلك إلى جانب الأسد الأب وتترسخ مع قدوم الإبن عاصمة اقتصادية يعد سوقها الأكبر في العالم على امتداد 3600 متجر متلاصق. فيها نشاط للمجتمع المدني وقع بعض رموزه إعلان دمشق عام 2005، إرث حزبي وتاريخ يشهد على عبور الانقلاب على أديب الشيشكلي من بوابة حلب. 6 ملايين نسمة ذو طابع سني يزركشه إرث بيزنطيا ومرمرون والسريان والشركس والتركمان والأرمن. في شهر العسل السوري التركي سار فيها أردوغان والأسد كتفا بكتف وأصبحت سوقا استهلاكيا للبضائع التركية عوضا من أن تكون العكس. ومع الأزمة الحالية أصيب القطاع السياحي والخدماتي بشلل، فدخل الخط العراقي ليعوض في الصناعة والتجارة، ولم تلو الذراع الحلبية. ارتداعها عن الحراك لا يعني ارتداعا عن السياسة، فعائلاتها في حلف تاريخي مع الأسد. ابنها ناجي العطري رئيس حكومة سوريا الأسبق عراب الخطة الاقتصادية التي أججت الانتفاضة ضد الأسد ووسعت الهوى بين الدولة والشعب، ومنها سعد الله الجابري رئيس أول حكومة استقلال ورجل الدولة الوطنية الخالد في تاريخها. كان في عناوين صحف رئيسية عربية طلعت قالت أنه حلب تتظاهر غدا مثلا، يعني حتى كان في استباء لل، طبعا أغلبها خاب، يعني ما ولا واحدة تحققت فيهم. هو الأهل حلب كانوا ينزلوا بحشود هائلة رد على كل التقارير اللي كانت تقول انه حلب تحركت ضد النظام، وهيك مدينة تكسر الطابع الطائفي اللي عم بيحاول البعض انه يطفي على النزاع القائم بسوريا. هلا هاي مدينة سنية بالاساس وفيها العيال التقليدية بتمثل مصالح تجارية واقتصادية وسياسية كبيرة بسوريا. تغيير ضرب هيدي الصورة عن حلب كتير ضروري. ممكن بهذا السياق يتفسر جزء من العمل التفجير اللي حصل اليوم. كل يوم جمعة تزحف المدينة للصلاة باللباس الأبيض، أما هذه الجمعة فكان زحفها بالأحمر. دماء تذكر حلب بالعصر الذي مر عليها في الثمانينيات، تذكر الدولة السورية بترسبات الإخوان المسلمين في المجتمع الحلبي، تذكر الشارع الحلبي بأيام لا استقرار، وتهز العصا. فما بين حمص وحما حلب هي الحرف الأصعب في معادلة مدن الحاء. غدي فرانسيس، قناة الجديد.